دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم. الأول بدأ إبداع الممثل والمخرج والمعلم العالمي قسطنطين ستانسلافسكي يتشكل ويتطور مع مطلع القرن العشرين، فقد عاش حياة مديدة مليئة بالعواصف والهزات الفنية، واجتاز بعقله وروحه طرقا شائكة في البحث واستخلاص النتائج العلمية. خلال حياة ستانسلافسكي جرت أحداث اجتماعية وسياسية هامة، منها حركة النهوض الثوري عام 1900 و1000، تصاعد أعمال الرجعية، وبداية النهوض الثوري الجديد، الحرب العالمية الأولى، ثم قيام الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي. كل ذلك أرخى بظلاله على شخصية هذا الفنان المبدع والذي اعتبر صاحب الخطوة الأهم في المسرح الواقعي الروسي، خاصة في الفترة التي سبقت دخوله مسيرة الدراسة الأكاديمية والتي يصورها لنا في كتابه الهام. ومن أجل هذا دعنا يا شيطان الغابة نتناول شيئا من الشراب. أنصحكم أيها السادة ألا تقعوا في غرام المتزوجات، إنني أعتقد أنه من الأفضل أن يكون الرجل مصابا بجرح في كتفه وبالرصاص في ساقه على أن يقع في غرام سيدة متزوجة حرمه منها القدر قبل أن يلتقي بها. أيائس أنت من حبك يا فيودور؟ يائس؟ تقولين يائس؟ طبعا لا، فأنا لا أعرف اليأس، لأنني أرى أن الإرادة تكسر المعجزات، فإذا عزمت ألا تخطئ بندقية الهدف فلم تخطئه أبدا، وإذا عزمت على أن تقع امرأة في حبي فإنها ستقع في حبي، ومن الأسهل عليها أن تقفز إلى القمر من أن تفلت مني. كنت رائعا يا جريشا، خاصة في تلك النبرة الخطابية الحادة وتلك النظرة الخاصة التي رمقت بها راموشكا وأنت تقول: إذا عزمت امرأة على حبي فإنها ستحبني. ما المضحك في الأمر؟ المضحك أن الجملة كانت: وإذا عزمت على أن تقع امرأة في حبي فإنها ستقع في حبي، أما أنت فقد قلبت الجملة رأسا على عقب. المهم أنا أجزم أنك يا جريشا ستكون محط إعجاب السيد توريستوف، ما رأيك يا ستانسلافسكي؟ لا أدري، ولكنني أعتقد أن ما قام به جريشا، وعلى الرغم من أنه أوصل لنا من خلال أدائه المقولة التي أراد أن يوصلها لنا تشوخوف على لسان فيودور، إلا أنه لم يوضح لنا الصفات الخارجية والداخلية لشخصية فيودور،
كيف ذلك يا ستانسلافسكي؟ على الرغم من الثقة العالية بالنفس التي أظهرها فيودور من خلال حواره، فإن النبرة الخطابية التي استعملها غريشا لإلقاء ذلك الحوار كانت أقرب إلى نبرة الجندي المقاتل منها إلى نبرة العاشق مرهف الأحاسيس. لكن طبيعة النقاش افترضت تلك الطريقة بالإلقاء، وعلى الممثل أن يتبنى الفكرة التي يتناولها كي يوصلها إلى المتلقي بأفضل صورة ممكنة، فهذه هي مهمته. صحيح، ينبغي أن يتبنى الممثل الفكرة التي يحاكيها، ولكن تبني تلك الفكرة يجب أن يكون داخلياً ليكون أكثر صدقاً وعفوية، فإن أهمل الممثل هذه الناحية غلب على أدائه الإدعاء الذي يؤدي إلى نتيجة عكسية. فكيف يظهر الممثل إحساسه الداخلي إن لم يعتمد على الفكر الرئيسية في حواراته؟ أعتقد أن الممثل يصل إلى صيغة الأداء المثلى إن خلق نوعاً من التوازن بين إحساسه الداخلي الذي يعيشه نتيجة فهمه لآراء الشخصية وأفكارها العامة والخاصة، وبين رؤيته الخارجية للشخصية والتي تتركز حول المستوى الاجتماعي والثقافي لهذه الشخصية. ولكن ألا تعتقد أن ذلك يجعل مهمة الممثل شديدة التعقيد؟ فكيف يفكر بكل هذه الأمور في وقت واحد؟ خاصة وأن عليه أعباء أخرى كحفظه الحوارات الخاصة به ومسار حركته، هذا بالإضافة إلى تعامله مع موجودات المسرح وإكسسواره الخاص. أنا أرى أن الأمر أبسط من ذلك، يكفي أن يحفظ الممثل حواره ومن ثم يترك الأمور على المخرج، فالمخرج هو من يرى الصيغة العامة للعرض المسرحي، وهو من يقع عليه واجب توجيه الممثلين. بل هي مهمة الممثل يا فانيا، ويجب عليه القيام بكل ذلك بنفسه. وإن كان الأمر كما ترى يا فانيا، لاستطاع أي شخص اعتلاء خشبة المسرح. أنا أتفق مع ستانسلافسكي، فما قاله فانيا يهمل جانب الموهبة التي هي حجر الأساس في عمل الممثل، وهي وحدها من تعطي للممثل الخصوصية. عدد الطلاب الجدد؟ 8. أما كان ينبغي أن نزيد العدد قليلاً؟ ليس المهم الحصول على عدد كبير من الطلاب الجدد، فالمهم أن نقبل في المعهد طلاباً يتمتعون بالموهبة والثقافة والرغبة بالاستمرارية. ادخل. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. أهلا رحمانوف. أهلا بك يا سيدي. أخبرني السيد تورستوف أنك ستكون مساعده في هذا الفصل. السيد تورستوف ليس بحاجة لشهادتي، لكنني مدين له باختياري. دعنا من المجاملات الآن. قل لي كيف تسير الأمور؟ كل شيء على ما يرام، فالطلاب 8 في القاعة الكبيرة بانتظار اللقاء الأول. ستكون جلسة اليوم جلسة تمهيدية أتعرف فيها إلى الطلاب وأناقشهم في بعض الأمور الأولية. وما الغاية من ذلك؟ كسر حاجز الخجل، فالطلاب جدد ولا شك أن لديهم حاجز الخجل، خاصة من المدرس الذي سيشرف على تدريبهم. بالإذن، تفضل يا رحمانوف. بالإذن. رافقتكم السلامة. أتعتقد أن الإدارة قد عينت لنا مشرفاً؟ لا أدري، ولكنني رأيت المخرج تورستوف يدخل إلى غرفة المدير، وسمعت من أحد الطلاب أنه سيكون المشرف علينا. الارتباك أمر لا بد منه في البداية، ولكن عندما تعتادين الأمر
ستجدين متعة هائلة في الوقوف على الخشبة. اسألي غريشا، فقد عمل في عدد من المسرحيات قبل أن يتقدم للدراسة في المعهد. وأنت، هل مثلت على أحد المسارح سابقاً؟ بالطبع، في بلدتنا مسرح كبير لا طالما وقفت عليه وصرخت بأعلى صوتي: أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة. فانيا، هل كان الأمر صعباً؟ على العكس تماماً، كانت سعادتي لا توصف، خاصة عندما كان يعود لي صدى ذلك الصوت هادراً رناناً. فالمسرح عندما يكون خالياً من الحضور يكون أكثر جلالة ورهبة. أتعني أنك لم تكن تمثل أمام الجمهور؟ مثلت بالطبع، وما يزال تصفيق ألف من الأشخاص يرن في أذني فيكاد أن يثقبها. كنت قنبلة المسرح. اسألي غريشا. بالطبع فانيا لا يكذب أبدا. السيد كريستوف يتجه إلى القاعة ومعه شخص آخر لا أعرفه. صباح الخير. صباح الخير. أنا توريستوف، سأكون مشرفا عليكم في هذا الفصل، وهذا السيد رحمانوف سيكون مساعدي، وهو من يتولى الأمور في حال غيابي. تفضلوا بالجلوس. بما أنه لقاؤنا الأول فأنا أفضل أن نستغله للتعارف وكسر حواجز الغربة، وقد ابتدأت بالتعريف عن نفسي، والآن سأتعرف إليكم تباعا. تفضل أنت. فانيا فيونيستوف. ماريا مالولتكوفا. بول تشاستوف. ليو بوشتشين. راموش كامانين. سونيا فيليا مونوفا. كوستانتين ستانسلافسكي. غريشيا كوفركوف. لماذا ترتدي هذا اللباس يا غريشيا؟ كنت أتدرب على أداء شخصية فيودور من مسرحية شيطان الغابة. ومن الذي ساعدك على انتقاء اللباس؟ لقد قدمت هذا الدور على مسرح البلدة، وهذا هو اللباس الذي ارتديته حينها. هذا جيد. ما رأيكم لو قمنا بزيارة مسرح المعهد؟ فقبل كل شيء علينا الخروج من هذا الجو البالغ الحدية. لا شك أن الأمر سيكون رائعا. يا لروعة هذا المكان، كل ما فيه يوحي بالجلالة والرهبة. كم أتمنى أن يمضي الوقت سريعا لأعتلي الخشبة وأتلمس قطع الأثاث الموضوعة عليها وتسلط علي بقع الإضاءة. لا شك أن ذلك سيكون شيئا رائعا. خشبة المسرح هذه هي قطعة حية، ويجب علينا أن نتعامل معها على هذا الأساس. نعم. وأن نعامل موجوداتها وكأنها أشخاص نتبادل معهم الحوار والإحساس في كل لحظة. يا لروعة هذا الكلام. ومن لا يستطيع القيام بذلك من الأفضل له الانسحاب. نعم. سيد توريستوف، كم نحتاج من الوقت لكي لنتمكن من التدرب على هذا المسرح؟ غدا في 8 صباحا سيكون درسنا الأول. رائع. وستصعدون إلى المسرح لتباشروا التدريب. غدا صباحا؟ أجل ماريا، أجل. اسمعوا. ولكن على كل منكم أن يختار اليوم مشهدا من إحدى المسرحيات ويتدرب عليه في المنزل. نعم. بهذه الطريقة فقط أستطيع أن أكتشف إمكانيات كل واحد منكم. ستكتشف يا أستاذ. أما اليوم فسنكتفي بما قمنا به. موعدنا غدا في 8 صباحا، يمكنكم الانصراف. إلى اللقاء. ستانيسلافسكي. كنا نفكر أنا وليو إن كان بإمكاننا أن نذهب معك إلى المنزل، فقد علمنا أنك تقيم وحدك،
لذلك فإننا نستطيع أن نتشارك الرأي. كما أنه لا بد لكل منا من شخص آخر يراه وهو يتدرب على مشاهده. إن ذلك لمن دواعي سروري، ولكن اسمحوا لي قبل ذلك أن أدعوكما لتناول الطعام خارجا، ومن ثم نتجه معا إلى المنزل. كما تشاء. ما رأيك لو بقينا في المعهد بعض الوقت؟ لا شك أنك تحتاجين لمن يساعدك في الوقوف على أول الطريق، ويسرني أن أكون ذلك الشخص الذي يضع كل إمكانياته بين يديك. وهل يسمحون لنا بالبقاء؟ إن أردت أستطيع أن أطلب موافقة السيد تورستوف، فقد لاحظت نظرات الإعجاب التي كان يرمقني بها طوال الوقت. فانيا، أعتقد أنني بحاجة لقليل من الراحة. ترتاحين مساء. ها هو السيد تورستوف، تعالي تعالي. ما رأيكما بما حدث اليوم؟ ما حدث كان متوقعا. قلت لك إن الأيام الأولى في المعهد لن تكون مليئة بالتدريبات. ولكن كلام السيد تورستوف كان واضحا، فغدا سيكون يوما حافلا وسيأخذ كل منا مكانه عند السيد تورستوف. أنا أوافقك الرأي يا بول، ولذلك علينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد وأن نبذل قصارى جهدنا ليكون الدرس الأول ذكرى طيبة لنا. ماذا تفكران أن تقدما يوم الغد؟ أنا أعتقد أن مشاهد من الكوميديا الخفيفة أو الفودفيل ستقدمنا للسيد تورستوف بشكل لطيف، يبعدنا عن التكلف الذي أبداه اليوم غريشا، وقد رأيتما أن معظمنا قام بانتقاده على ما قام بتأديته أمامنا. كلامك فيه الكثير من الصحة، غير أن انتقاءنا لمشاهد من الكوميديا الخفيفة لن يتيح لنا الفرصة لإظهار إمكانياتنا الحقيقية، خاصة وأن الباقين كانوا يرددون أسماء كبيرة مثل غوغول وستروفسكي وتشيخوف. فماذا تقترح إذن؟ أقترح أن ننهي طعامنا ونذهب إلى المنزل لنستغل أكبر قدر ممكن من الوقت. لقمة واحدة فقط، انتظر. هيا. هذا هنا. كل شيء أصبح جاهزاً. ولكننا أهملنا الموضوع الرئيسي، وهو اختيار المشاهد التي سنقوم بتحضيرها والتدرب عليها. خطرت لي فكرة ونحن في الطريق. ما هي؟ لطالما أثارت شخصية عطيل الرجل الإفريقي الذي تحدث عنه شكسبير فضولي، وقد قررت أن أقوم باختيار مشاهد منها. ولكن شخصية عطيل تستمد قوتها من العلاقة الغريبة التي تجمعها بياغو، فإذا تجاهلنا ذلك أصاب الشخصية ضعف واضح، خاصة أن المونولوجات الفردية لعطيل فيها تكاد تتصف بأحادية الحالة. فماذا تقترح؟ أقترح أن تلعب أنت يا بول دور ياغو، وبهذه الطريقة تستطيعان تأدية مجموعة من المشاهد التي يتخللها رسم ناجح للتباينات في الحالة الداخلية لكل من الشخصيتين، وبالتالي خلق نوع متميز من التطور الحسي والدرامي. بصراحة هذا اقتراح جيد، وبما أن كل منا يعرف المسرحية فلنحاول إيجاد ملابس تناسب كلا من الشخصيتين، ولنبدأ من الآن. هيا بنا. كنت تقول إن المنديل كان في حوزته؟ أجل، وعلى أي شيء يدل هذا؟ مهما كانت دلالته فإنها لن تكون شيئا شريفا. ماذا لو قلت لك يا مولاي إنني شاهدته يعتدي على عرضك؟ عرضي؟ وينعت مولاتي ديدمونة بالكلمات البذيئة التي ينعت بها الأوغاد عشيقاتهم بعد أن ينالوا مآربهم. وما الكلمات التي نعت بها ديدمونة؟ تكلم يا ياغو.
قال إنها آه يا مولاي، لا يجرؤ لساني على التلفظ بمثل هذا يا مولاي، ولكن كلماته تتضمن اعترافات صريحة بأنه المنديل، الاعترافات المنديل، ليقر بما فعل ثم ليشنق على فعلته. لا لا لا، ليشنق أولا ثم ليقر بما فعل. أرتعد لتصور تلك الخيانة، عواطفي تنبئني بأن ديدمونة مذنبة. لا يمكنني أن أتصور ذلك. أنفاهما، أذانهما، شفاههما، أما أقول عظيم عظيم عظيم. طيب حسنا، لنناقش أداء كل منكما، ولنبدأ من رأي كل منكما بالآخر. بمعنى ثان، هل ساعدك أداء ستانسلافسكي على تأدية دورك يا بول؟ في الواقع كان تركيزي منصبا على ما أقوم أنا بفعله، غير أنني كنت أضحك أكثر من مرة عندما تلتقي عيناي بعيني. تضحك؟ أجل، فقد كان يدير عينيه في محجريهما وكأنه رجل غير متزن، كما أن مشيته كانت أشبه بمشية النمر الأفريقي. أنا كانت مشيتي كمشية نمر أفريقي؟ أم أنت الذي كنت تفح فحيح الأفعى؟ ستانيسلافسكي، شخصية ياغو تحتمل هذه الطريقة في الأداء، فهو شخص انتهازي يستعمل ذكاءه وخبثه للوصول إلى غايته. وعطيل رجل إفريقي يحمل معه العقل المتيبس الذي هو أشبه ما يكون بالصحراء التي أتى منها. لو سمحتما لي، أنا أرى أن كل منكما عمل على دوره بشكل لا بأس به كتجربة أولى، ولكنني أعتقد أنكما نسيتما أمرا هاما للغاية. ما هو؟ أن كل منكما ليس بمفرده على الخشبة، فقد كان كل منكما يهتم بدوره وحواره وطريقة أدائه دون إقامة وزن لدور الآخر وحواره وطريقة أدائه. ولعل هذا ما جعلني أنشغل عن التفكير بما تقومان به بلحظات معينة. على أي حال، لقد تأخر الوقت. هذا صحيح. أرى أن نفترق الآن لينال كل منا قسطا من الراحة، فغدا درسنا الأول. أنا موافق. ما رأيكما؟ موافق، هيا بنا. كما تشاء. Thank you.
بول، ما الذي أخره يا ترى؟ لا أدري. ها هو قادم. يبدو التوتر واضحا، أرجو أن تمر اللحظات القادمة سريعا. يبدو أنني تأخرت قليلا، المعذرة. كنا نجلس هنا طوال الوقت في انتظارك وأعصابنا تكاد تنفجر من الغضب، ثم تأتي أنت لتقول يبدو أنني تأخرت قليلا. لقد جئنا جميعا إلى هنا والحماس يسبقنا، وبسببك تغير مزاجنا وخمدت مشاعرنا. إن من الصعب تحفيز الرغبة بالخلق والإبداع، أما قتل تلك الرغبة فهو أسهل ما يكون. قد يكون الإنسان حرا في عمله الشخصي، ولكن بأي حق يعطل عمل جماعة بكاملها؟ على أي حال يؤجل العمل إلى الغد، يمكنكم الانصراف. سيدي، ولكنه درسهم الأول. ليكن درسهم الأول احترام مواعيد العمل مع الجماعة.